الثانية عشر ظهرا في القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية، وأهلا بك دينا. مرحبا أمل، مرحبا بكم مشاهدينا. بدايتنا بأبرز العناوين. الاحتلال يجبر الآلاف في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على النزوح القصري، وحصيلة ضحايا العدوان ترتفع إلى أكثر من 28 ألف شهيد. مقتل مجندة إسرائيلية في قصف لحزب الله اللبناني على الجليل الأعلى، ومجلس الحرب الإسرائيلي يبحث كيفية الرد. ومعنا في النشرة، الرئيس التركي يزور مصر لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية المشتركة. بداية النشرة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصابا خلال يوم واحد. أيضا أشارت الوزارة لارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيد و68191 إصابة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث شن الاحتلال غارات وقصف على مناطق متفرقة خاصة في خان يونس وسط القطاع. وقد استشهد 3 فلسطينيين بينهم الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي في قصف إسرائيلي استهدف شارع الجلاء في مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع بالتزامن مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. أفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر 10,000 نازح في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة على الخروج قصرا والنزوح إلى شرقي المدينة. وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه فقد الاتصال مع الموجودين داخل مجمع ناصر الطبي، معربا عن أمله في عدم خروج الأمور بالمستشفى عن السيطرة. من جانبها، دعت منظمة أطباء بلا حدود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان سلام جميع الطاقم الطبي والمرضى والنازحين داخل المستشفى. هذا وأعلنت الفصائل الفلسطينية الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز سكاي لارك، وذلك شرقي حي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدفت ناقلة جند ودبابة من نوع الميركافا وجرافة عسكرية في منطقة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين. وقد تصدت أيضا الفصائل لقوات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، كما أكدت الفصائل تفجير منزل به قوة من جيش الاحتلال وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال المدينة ذاتها.
نفى مصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية وجود خلافات باجتماع القاهرة للتهدئة في غزة، ووصف هذا المصدر أجواء الاجتماع الرباعي بالإيجابية، وأضاف أن المشاورات ستستمر على مدار الأيام الثلاثة القادمة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تعمل مع مصر وقطر بشأن مقترح يقود إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تقوم بكل ما بوسعها من أجل إعادة كل المحتجزين إلى أسرهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إنهاء أزمات المحتجزين عمل دولي جماعي. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الهجوم على رفح. وأضاف أيضا كيربي في مؤتمر صحفي أن بايدن أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين، مؤكدا عدم وجود مؤشر لديهم بشأن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، كما أشار إلى امتنان واشنطن باستمرار المحادثات في مصر وأنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة مباشرة وامتداد لسياسة أثبتت فشلها في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع قطاع غزة بشكل خاص. وحملت الوزارة الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن فشل سياساته في التعامل مع قطاع غزة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش إنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة. وحذر غويتيريش من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح جنوبي القطاع ستكون له عواقب مدمرة، مجددا دعوته وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة. من جانبه حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث من أن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى مذبحة. وقال جريفيث أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في تجاهل تحذيرات المجتمع الدولي من العواقب الخطيرة لأي هجوم بري على رفح. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة إنهاء الحرب على غزة وحماية سكان القطاع من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي. وخلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وذلك في واشنطن، شدد العاهل الأردني على أهمية أن يطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع اتساع الصراع في الإقليم، كما جدد رفض الأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم، محذرا في الوقت ذاته من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية والتي يوجد فيها ما يقارب 1.5 مليون من سكان غزة. هذا وحذرت منظمات دولية من تهديدات حكومة الاحتلال باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وحذرت كذلك من حدوث كارثة كبيرة على حياة الأطفال والمدنيين. وطالب عدد من الدول حكومة الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية في رفح، مشيرة إلى أن الهجوم على المدينة سيكون مدمرا للشعب الفلسطيني.
مشاهدينا نذهب إلى هذه النافذة التحليلية مع الزميل حسان بشير. إليك حسان. شكرا لك أمل، شكرا لينا. ينضم إلينا من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية بشير، هل كان تحدثني عن جديد تطورات الأوضاع لديك في قطاع غزة، وخاصة في النقطة المتعلقة بإجبار جيش الاحتلال لألاف من النازحين في مجمع ناصر الطبي على الخروج قصرا وأن ينزحوا إلى شرقي المدينة؟ تحية لك حسان. يعني بالفعل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لعدد من مراكز الإيواء في مدينة خان يونس. هذه المراكز والمدارس هي في محيط مجمع ناصر الطبي الذي هو أيضا محاصر بالآليات العسكرية الإسرائيلية، ويتواجد به ما يزيد عن 10,000 نازح بالإضافة إلى الكادر الطبي. نحن نتحدث عن 750 طبيبا وممرضا في داخل هذا المستشفى، بالإضافة إلى محاصرة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه المحاصرة الإسرائيلية والتي تستمر ومتواصلة منذ يعني قرابة 20 يوما لهذه المستشفيات لا زالت يعني تقوم الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه تلك الأبنية، وتطالب الفلسطينيين المتواجدين في داخلها بضرورة النزوح، ولكن يعني لم يستطع هؤلاء المواطنين المتواجدين في داخل سواء المدارس أو في داخل المستشفيات بالخروج منها نظرا لكثافة النيران في تلك المنطقة. خان يونس عموما هي يعني محاصرة أو يعني يوجد بها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية نظرا للتوغل الكبير التي تشهده منذ قرابة الشهرين، والذي بدأ من شرقي المدينة حتى وصولا إلى المنطقة الغربية. هذه المدينة لم تعد يعني قادرة على يعني مواصلة الحياة في ظل القصف العنيف الذي تتعرض له وإطلاق النار المتواصل من الآليات العسكرية الإسرائيلية والطائرات المسيرة باتجاه كل ما يتحرك، وبالتالي لم يستطيع هؤلاء النازحين المتواجدين في داخل هذه المدارس من الخروج منها والتوجه إلى المناطق الأخرى المحيطة بمدينة خان يونس نظرا لكثافة النيران، وبالتالي الأوضاع التي يعيشونها هناك في مدارس الإيواء وفي المستشفيات باتت سيئة للغاية، وخصوصا أنهم يفتقدون المياه منذ أكثر من 3 أيام، وكذلك يفتقدون الغذاء بالإضافة إلى افتقادهم بشكل رئيسي إلى الأمن. نعم، لكن بشير في نفس الوقت أيضا جيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق عائلات بعينها في قطاع غزة، ولازالت بحسب الأنباء هناك ضحايا من الشهداء تحت يعني ركام الأنقاض لهذه المنازل التي تقصف باستمرار. فماذا عن حال هؤلاء المتواجدين تحت الركام وخاصة من الجرحى والمصابين، لأن جيش الاحتلال يمنع حتى طواقم الإسعاف أن تصل إليهم؟ بالفعل الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، هي تقوم باستهداف واسع لقطاع غزة للمنازل والمباني والمنشآت السكنية في كل محافظات القطاع. ويعني عندما تباغت الصواريخ هذه المنازل وتسقط وتنهار فوق رؤوس ساكنيها، فلا تستطيع طواقم الإسعاف ولا حتى سيارات الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء أو الضحايا من أسفل ركام تلك المنازل لسببين. السبب الأول هو بسبب كثافة النيران ومنع الاحتلال لسيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، والسبب الآخر هو عدم مقدرة هذه السيارات من الوصول إلى تلك الأماكن نظرا لفقدان الوقود، وخصوصا السيارات الثقيلة التي تقوم بإزالة الركام من المناطق المستهدفة، وبالتالي هناك الآلاف من الفلسطينيين لا زالوا مفقودين أسفل ركام المنازل. وبالضرورة طبعا سوف نكون معك لكي نتابع جديد هذه التطورات في قطاع غزة. من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا بشير.
نعود إلى استكمال ملفات نشرة الأخبار مع زميلتين أمل ودينا، إليكم مرة أخرى. شكرا حسان. قال المتحدث باسم وكالة أونروا كاظم أبو خلف إن الوكالة ستضطر لإغلاق مقارها ووقف عملياتها في غزة اعتبارا من الشهر المقبل حال استمرار بعض الدول في تعليق تمويلها ودعمها. وأشار أيضا المتحدث في تصريحات للقاهرة الإخبارية إلى أن تعليق بعض الدول تمويلها عن الوكالة أشبه بالضربة القاضية. محاولات ضد وكالة الغوث هي يعني ليست وليدة اللحظة، وإن كانت في الفترة الأخيرة خصوصا بعد القرار الأمريكي ولاحقا للقرار بعض الدول الأوروبية بتعليق الدعم المالي، يعني اقتربنا أكثر إلى ما نسميه شبه الضربة القاضية، خصوصا إذا ما علمنا أن هذه الدول المجتمعة كانت تعطينا مثلا في 2023 840 مليون دولار، هي كانت تغطي تقريبا ثلثين الميزانية، وكنا نتوقع منها في الربع الأول أو الربع الثاني من العام 24 هذا الذي نحن فيه تقريبا 440 مليون دولار. فنحن الحقيقة في نفق مظلم، نحاول جهدنا مع هذه الدول أن نثنيها عن قرارها، آملين أن تعدل عن هذا القرار. نحاول أيضا من خلال الدول التي ذكرتي، تلك الدول التي قررت أن لا تحذو حذو الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بل أن تزيد من دعمها. هناك طبعا حراك دبلوماسي من الدول الصديقة، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه وهذه الفجوة المالية لدينا تتسع، قد لا يكون أمامنا مفر إلا وأن نوقف عملياتنا في مناطق عملياتنا الخمسة وليس فقط في قطاع غزة. قالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ للقاهرة الإخبارية أن أكثر من 1,200,000 طفل يعانون صدمات نفسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد أكدت فرسخ أن الأطفال في غزة يعانون نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب. استهداف الأطفال واحدة من الجرائم الإسرائيلية المتعددة التي ارتكبت في قطاع غزة. وحسب منظمات دولية فإن نحو 8,000 طفل فلسطيني استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة. تصريحات رسمية تفيد بأن نحو 8,000 طفل فلسطيني استشهدوا في الحرب على غزة، فيما يتجاوز عدد الجرحى 68,000 مصاب، معظمهم من النساء والأطفال. منذ ما يقرب من 52 عاماً كانت صورة طفلة تهرول عارية وتصرخ بعد أن أحرقت النيران جسدها سبباً من أسباب إيقاف الحرب الأمريكية على فيتنام. فلماذا لم توقف صورة الطفلة ممزقة الأطراف المعلقة على الحائط في منزل بمدينة رفح الفلسطينية وحشية الاحتلال الإسرائيلي؟ لماذا لم يوقف الحرب نداء استغاثة الطفلة هند بصوتها المرتعد من الرصاص وجثث أهلها من حولها؟ لماذا لم توقف الحرب فيديوهات القنص المتعمد لمدنيين ونزوح وتشريد ما يزيد على مليوني مواطن؟ لماذا لا تفرض عقوبات على تصريحات تحريضية همجية لمسؤولين في تل أبيب لا يطلقونها إلا ليواروا إخفاقهم في مجابهة عملية طوفان الأقصى التي كشفت عورات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية؟ تصريحات منظمات دولية تقول إن عدد شهداء أطفال غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من الحرب على القطاع تخطى عدد قتلى الأطفال بكل الحروب طوال السنوات الخمس الماضية، بل وإن من بقي منهم على قيد الحياة
يتكبد آلام مجاعة ويتعرض لصدمات نفسية جراء مشاهد القتل والدمار. سينتظر المجتمع الدولي وقوع الملايين من الشهداء والجرحى الفلسطينيين حتى تشفي إسرائيل غليل هزيمتها في 7 أكتوبر؟ أسيظل صانع القرار في العالم يكتفون بالشجب والإدانة بلا قرارات حاسمة لإيقاف أنهار الدماء السائلة على الأراضي الفلسطينية على يد آلة الاحتلال الإسرائيلية؟ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدتان من أريحة وأطفال وأسرى سابقون. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة النطاق أثناء حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال. وبذلك ترتفع حصيرة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 7020 معتقلاً. قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب جنود آخرون جراء قصف من لبنان استهدف محيط مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد أكثر من 10 صواريخ باتجاه مقرات عسكرية تابعة للجيش في محيط صفد. كما أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الغارات على الجليل استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن منطقة جبل بلاط وبلدة راميا جنوبي البلاد قصف مدفعي معاد على جبل بلاط وهذه البلدة ومروحين وطير حرفة جنوبي البلاد. وذكرت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي وحتى ساعات مبكرة صباح اليوم وطيلة ليل أمس حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل. كما وجه الاحتلال الإسرائيلي نيرانه وقنابل حارقة في محيط مواقعه المتاخمة للخط الأزرق وبركة ريشة وبلدة البستان وأطراف بلدة النقورة وجبل اللبونة وعيت الشعب والبستان. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف الذي استهدف مدينة صفد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل. طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التصعيد على الجبهات الشمالية. واعتبر بن كفير أن إسرائيل تواجه حربا في الشمال على الحدود مع لبنان قائلا إنه آن الأوان لتغيير مفهوم القيادة السياسية الإسرائيلية عن الأوضاع في الشمال. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يزور مصر اليوم. وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعقد مباحثات موسعة مع نظيره التركي لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضافت الرئاسة المصرية أن القمة المصرية التركية سوف تتناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. هذا وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا تحركات مكثفة استهدفت في مجملها تعزيز التعاون بين البلدين. وقد جاءت نقطة البداية لاستعادة العلاقات المصرية التركية وسط رغبة صادقة من قبل قادة البلدين في ضرورة إنهاء أي توتر وخلافات في وجهات النظر وإعادة بناء جسور الثقة بين الجانبين. حراك إيجابي تشهده العلاقات المصرية التركية حالياً. تجاوزت معه القاهرة وأنقرة مرحلة استئناف العلاقات الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
الخطوة المرحلية الأولى لإعادة بناء العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا جاءت في مشهد مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح مونديال كأس العالم بقطر 2022 وما تبعها من اتصالات بين الرئيسين في مناسبات عدة. وكان لتضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار كارثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا العام الماضي، أثر إيجابي في دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع. وخلال الفترة الأخيرة تبادل الجانبان رسائل دبلوماسية إيجابية تمحورت جميعها حول أهمية استعادة مسار العلاقات الثنائية بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما السياسي في المنطقة. وأخذت العلاقات بين البلدين منحاً إيجابياً متصاعداً أتأكله برفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء ليعلن مرحلة جديدة من ترفيع العلاقات بما يحقق المصلحة المشتركة على المستويات كافة. وفي وقت تتعاظم فيه التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط، كان لابد من تنسيق مشترك بين البلدين من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حيث يؤكد مراقبون أن التقارب المصري التركي سيكون أحد دعائم استقرار الإقليم. العلاقات المصرية التركية عادت وبقوة وفق خطوات محسوبة بدقة بين قطبين كبيرين إقليمياً ودولياً، وهو ما يمثل طفرة في تحقيق التنمية المستدامة وجني ثمار السلام بعيداً عن التجاذبات السياسية وتضارب المصالح. وحول هذا الموضوع نتحول مرة أخرى إلى الزميل حسان بشير وهذه المتابعة والتحليل، إليك حسان. شكرا أمل، شكرا دينا. حول تفاصيل هذه الزيارة من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد معنا مباشرة. أحييك عمر، إذن هل كان تحدثنا عن تفاصيل هذه الزيارة للرئيس التركي وأيضا أهم الملفات التي سوف تناقش ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة؟ نعم حساني، بعد التحية، زيارة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة. هناك الكثير من الملفات، أجندة مزدحمة للغاية حقيقة يحملها الرئيس رجب طيب أردوغان وسوف يناقشها مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي. أبرز هذه الملفات هي بكل تأكيد الملف الفلسطيني و المساعي المشتركة لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، لأن تركيا ومصر في هذا الإطار متفقتان بضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك أنقرة تتفق مع القاهرة في موضوع عدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذه النقاط وموضوع المساعدات، موضوع تسهيل تقديم المساعدات إلى الجانب الفلسطيني أيضا وقطاع غزة سيكون على طاولة الحوار، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى الإقليمية، على سبيل المثال الملف الليبي الذي أقدمت فيه أنقرة في الآونة الأخيرة على تحركات، من ضمنها الحديث عن فتح القنصلية، إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، والتعاون، رفع التعاون مع الجانب المصري أيضا في عملية تسهيل إجراء انتخابات في ليبيا. كذلك على شرق البحر المتوسط أيضا المفاوضات ستكون هناك موجودة على طاولة الحوار، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والمساعي لرفع مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين. يعني حجم التبادل التجاري مهم طبعا، لو تحدثنا حول الاستثمارات المختلفة التي كانت بين البلدين في العقود الأخيرة، وأيضا المحاولة الآن لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتركيا في هذا الإطار عمر، وكيف تبدو إذن المقاربة في توطيد العلاقات الثنائية في التجارة ما بين مصر وتركيا في هذا الإطار؟
بكل تأكيد حساني، مصر وتركيا اليوم لديهما حوالي 10 مليارات دولار حجم تبادل تجاري، وكان قد أعلن الجانبان عن هدفهما لرفع هذا الحجم إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، وبكل تأكيد هذا الهدف سيكون مطروح على طاولة الحوار. تركيا لديها حوالي 2 ملياري دولار استثمارات في مصر، بالإضافة لأن تركيا تعتبر من أبرز المستوردين للمنتجات المصرية غير البترولية، وهذا يشير إلى حجم العلاقات الوطيدة التجارية بين مصر وتركيا، وأن لدى كلا الطرفين أيضا أهداف كبيرة في رفع حجم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة. خلال هذه الزيارة بكل تأكيد سوف يتم الحديث عن يعني الخطوات التي يمكن الإقدام عليها، إن كان في المجال الاقتصادي والتجاري، وإن كان في مجال السياحة كذلك، وحتى في مجال الصناعات الدفاعية أيضا. هناك الحديث في تركيا عن هذا الإطار أيضا، بأن تركيا قد تزود مصر أيضا بالطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات والمعدات التي يمكن أن تنفع في الصناعات الدفاعية كذلك. يعني بالنسبة للحديث حول الملفات التجارية والاقتصادية، طبعا لو تحدثنا حول هذا الموضوع نأخذ في الحسبان ما يحدث طبعا من أهمية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، يعني مهم في الفترة القادمة لكلا البلدين. كيف يمكن هنا أن تكون هناك تفاصيل حول هذه النقطة بالتحديد، وخاصة فيما يتعلق بالعفاءات الجمركية لنفاذ المنتجات المصرية والتركية معا إلى داخل الأسواق التركية؟ بكل تأكيد حساني، مصر معروف أنها تعتبر بوابة تركيا إلى الأسواق الإفريقية، وفي هذا الإطار تركيا تسعى لرفع حجم تبادلها وحجم تعاونها مع مصر، إن كان من أجل الاستثمارات في مصر، وإن كان من أجل يعني رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات التركية في القارة الإفريقية عبر مصر كذلك. لذلك هنا يقول المراقبين الأتراك بأن مصر هي حليف استراتيجي وتاريخي دائم ومستمر بالنسبة لتركيا، وهذه الخطوة في هذه الزيارة وقبلها تشير إلى النظرة الاستراتيجية بالنسبة لتركيا إلى القارة الإفريقية، التي تعتبر مصر هي البوابة الرئيسية صحيح. لهذه القارة بالنسبة لتركيا. إذن تطورات الأجواء حول هذه الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب أردوغان إلى القاهرة، سوف نكون معك بالضرورة في تفاصيل ما يحدث من جديد. أشكرك إلى الآن من أنقرة مراسل القاهرة الإخباري عمر أحمد، كنت معنا مباشرة. نعود مرة أخرى إلى استكمال نشرة الأخبار مع زميلتين أمل ودينا. إليكم. شكرا جزيلا لك حساني. ومشاهدينا الكرام، هذه النشرة مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. أوكرانيا تعلن تدمير سفينة إنزال روسية قبالة شبه جزيرة القرم. ونتحول الآن مشاهدينا إلى تطورات العمليات الروسية الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине. أعلن الجيش الأوكراني أنه دمر سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. وقالت هيئة أركان الجيش أن القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية دمرت سفينة الإنزال سيزار كونيكوف، والتي كان على متنها نحو 67 شخص من أفراد الطاقم، وقد استخدمتها موسكو خلال حربها ضد جورجيا وأوكرانيا، فيما لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق حول هذه المسألة، لكنها أكدت أنها أسقطت 6 مسيرات أوكرانية فوق مياه البحر الأحمر.
هذا وأعلنت رئيسة بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي الناتو أن بلادها ستتسلم مجموعة من الطائرات المقاتلة في الموعد المحدد مسبقاً خلال فصل الربيع القادم. وأوضحت المسؤولة الأوكرانية أن كافة الترتيبات تسير كما خطط لها، مشيرة إلى أن بلادها ستقدم المزيد من التفاصيل عقب الاجتماع القادم لحلف الناتو. وقد أعلنت هولندا الأسبوع الماضي أنها أرسلت أول 5 طائرات مقاتلة من طراز F-16 لأوكرانيا عبر رومانيا، فيما تعتزم إرسال نحو 12 أو 18 طائرة مقاتلة. قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنه من المتوقع موافقة المجر قريبا على طلب عضوية السويد في حلف الناتو. ومن ناحية أخرى، كانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث قد قالت إنها لا تتوقع أن يوجه الحلف دعوة لأوكرانيا للانضمام لعضويته خلال قمة واشنطن في يوليو المقبل. أفادت وكالة الإعلام الروسية أن روسيا أسقطت 9 طائرات بدون طيار أطلقتها أوكرانيا على أراضيها. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 9 طائرات دون طيار قد أطلقتها أوكرانيا فوق منطقتي بلغورود وفورونينغ الروسيتين وفوق البحر الأسود. قتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح في قصف روسي استهدف مدينة سيلودوف الواقعة قرب دونيتسك شرقي أوكرانيا. وبحسب السلطات المحلية فإن القصف طال 9 مبان سكنية بالإضافة إلى مستشفى المدينة الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا غرب خط الجبهة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى أحدهم طفل و12 جريحا بينهم 4 أطفال. يعقد الاتحاد الإفريقي اليوم وغدا الجلسة 44 للمجلس التنفيذي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد. ويأتي هذا في إطار التحضير لانعقاد القمة 37 لقادة الدول والحكومات الأفريقية، وذلك يومي 17 و18 من فبراير الجاري. للمزيد من التحليل نذهب مباشرة إلى الزميل حسان بشير وضيوفه. إليك حسان. شكرا أمل دينا. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من أديس أبابا ياسر رشدي موفد القاهرة الإخبارية. بعد تحية زميلي ياسر، وأنت متواجد هنا، هل لك أن يعني تحدثنا عن الأجواء التي تحملها جلسة المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، الحضور وأيضا أهم الملفات التي سوف تناقش في هذه الجلسة؟ نعم حساني، منذ قليل ربما تابعنا انطلاق الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العادية 44. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى أن هذه الموضوعات التي تطرح على مستوى الوزراء في المجلس التنفيذي هي التي سيتم طرحها لاحقا على القمة في مستوى الرئاسة، على مستوى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، حيث تنعقد يومي 17 و18. مصادر أفريقية رفيعة المستوى تحدثت للقاهرة الإخبارية عن طبيعة الموضوعات التي سوف يتم المناقشة حولها. بطبيعة الحال هناك قضايا ملحة على الساحة الأفريقية، لعل من أهمها مسألة تسريع مسار اتفاقية التجارة الحرة. أيضا سوف يتم مناقشة الأوضاع الإنسانية والأوضاع الاجتماعية وما يتصل بذلك الأمر من حديث واضح وصريح عن مشكلة الغذاء في القارة الأفريقية وعدد من المشكلات التكامل الاقتصادي الذي لم يحدث وعدد من المشكلات الاقتصادية المعوقة للوصول إلى درجة كبيرة من الاتحاد. أيضا في
هذا الإطار ما يعرف هنا بالاندماج القاري، هذا موضوع أيضا شديد الأهمية. سوف يتم النقاش في القمة أيضا بشكل واضح وشفافية مطلقة عما تم إحرازه من تقدم فيما يعرف بأجندة 2063، وهذا أمر شديد الأهمية حيث انقضت العشرية الأولى من هذه الاتفاقية. وسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في كلمته أثناء افتتاح هذه القمة أشار إلى أن هناك تقييم شفاف لهذه التجربة خصوصا بعد انقضاء العشر سنوات الأولى بكل إيجابياته وسلبياته. ليس بعيدا عن هذه الموضوعات ما سوف تتم مناقشته من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي لعدد من القضايا الملحة والملتهبة في المنطقة، وأشار هنا إلى ما يدور في السودان وفي الصومال وفي ليبيا وفي عدد من الدول الأفريقية كالنيجر والجابون وبوركينا فاسو ومالي. بطبيعة الحال هذه قضايا شديدة الأهمية. لابد أيضا من الإشارة في هذا الإطار حساني إلى موضوع مهم جدا وهو موضوع التعليم. التعليم هو الموضوع الأساسي المطروح على قمة المستوى التنفيذي لوزراء الخارجية ومن ثم عبر مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات، حيث إن هذا العام 2024 هو عام التعليم في أفريقيا. وفي هذا الإطار طرحت عدد من النقاشات حول الاستراتيجية أو ما يعرف بالاستراتيجية القارية للتعليم في أفريقيا وما يعرف أيضا بإطار التعليم في أفريقيا. وسوف تتم مناقشة عدد من التقارير التي تم التنسيق فيها بين الاتحاد الأفريقي من جهة واليونيسف من جهة وأيضا اليونسكو من جهة أخرى، وربما سيكون لنا لقاء أو أكثر حول هذا الموضوع نظرا لأهميته وما هي مشكلاته وما هي إيجابياته وسلبياته. طبعا أهمية هذا كما قلت ياسر، وخاصة أن هذه الجلسة سوف تعقد اليوم غدا، بالضرورة سوف نكون معك عندما يحدث جديد في هذه التطورات. أشكرك إلى الآن من أديس أبابا الزميل ياسر رجدي موفد القاهرة الإخبارية، شكرا لك ياسر. نعود إلى استكمال ملفات نشرة الأخبار مع زميلتين أمل ودينا، إليكم مرة أخرى. شكرا حسن. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي، وأضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق الصواريخ نحو المياه شمال شرق مدينة وونسان على الساحل الشرقي دون أن تحدد عدد الصواريخ. تعد هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ كروز هذا العام، واختبرت كوريا الشمالية عدة صواريخ في الأسابيع الأخيرة، وذلك وسط تنامي العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو، وهي خطوات انتقدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها باعتبارها تصعيدا لتوترات في شبه الجزيرة الكورية. ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن باللائحة الاتهامية التي وجهتها الأغلبية الجمهورية لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، ووصفها بغير الدستورية. أحالت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مايوركاس إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله بسبب ما اعتبرته تقاعصا من جانبه عن وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك. وأقر المجلس توجيه اتهامين للوزير الديمقراطي، هما الرفض المتعمد والمنهجي لتطبيق قانون الهجرة وانتهاك ثقة الجمهور. أظهرت نتائج فرز الأصوات غير الرسمية في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية تقدم وزير الدفاع الجنرال المتقاعد برابو سوبيانوتو، وذلك بنسبة 59.84% على منافسيه. وبحسب الإحصائيات التي أجرتها أربعة مراكز استطلاع، فأن برابو في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية خلفا لجوكو ويدودو، وذلك بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات في مراكز الاقتراع المختلفة، فيما حصل المنافسان أنيس باسويدان وجانجار برانو على حوالي 25.17% من الأصوات، بينما يحتاج المرشح للفوز بالجولة الأولى إلى أكثر من 50% من الأصوات المدلى بها و20% من أصوات الاقتراع في نصف مقاطعات البلاد.
في أخبار الاقتصاد، خفضت وكالة موديز تصنيف 5 بنوك إسرائيلية كبرى بدرجة واحدة من A2 إلى A3. وقال موقع كالكلست الإسرائيلي المختص بالاقتصاد إن تصاعد أمد ورقعة الحرب يؤدي إلى مزيد من الأضرار للقطاع البنكي. وفقاً لوكالة موديز، ينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة. صعد التضخم في بريطانيا بنسبة 4% على أساس سنوي في يناير الماضي، الأمر الذي جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه بنحو 4.1%. زاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة بنحو 5.1% بوتيرة سنوية. تخلفت المملكة المتحدة عن نظيراتها في وتيرة خفض التضخم، وذلك على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي كان يسير في مسار هبوطي منذ الذروة التي بلغها في أكتوبر 2022 عند 11.1%. قالت وكالة بلومبرج إن أعضاء تحالف الدول المصدرة للنفط أوبك لم يلتزموا بشكل كامل بتخفيضات إنتاج الخام الجديدة خلال الشهر الأول من الاتفاق، وتعهدت المنظمة بتخفيضات كبيرة في الإنتاج خلال الربع الجاري سعياً لدعم الأسعار العالمية. ويؤدي تفاوت الامتثال بالتخفيضات إلى تفاقم تحديات تحقيق التوازن في أسواق النفط، وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري عند مستويات 1,200,000 برميل يوميا، كما ثبتت توقعاتها للعام القادم عند مستويات 1,800,000 برميل يوميا. فاز حامل اللقب مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور 16. سجل أهداف سيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروبين في الدقيقة 10، وبرناردو سيلفا قبل نهاية الشوط الأول، وفيل فودين في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف كوبنهاجن الوحيد في الدقيقة 34. يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في 6 مارس المقبل. وفاز ريال مدريد الإسباني خارج أرضه على لايبزيغ الألماني بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي الشامبيونز ليج. يدين الريال بالفضل في انتصاره للاعبه إبراهيم دياز بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48. من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 مارس المقبل في معقل النادي الملكي على ملعب سانتياغو برنابيو. هذا وتقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، يلتقي خلالها فريق المقاولين العرب مع إنبي على استاد المقاولون العرب في 4 عصرا. في الوقت ذاته يحل فريق طلائع الجيش ضيفا على الاتحاد على استاد الإسكندرية، ويستضيف زد نظيره بريام ديز باستاد القاهرة الدولي في 7 مساء. إلى هنا نصل وإياكم لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكرة بالعناوين. الاحتلال يجبر الآلاف في مجمع ناصر الطبي بخان يونس على النزوح القصري، وحصيلة ضحايا العدوان ترتفع إلى أكثر من 28,000 شهيد. مقتل مجندة إسرائيلية في قصف لحزب الله اللبناني على الجليل الأعلى، ومجلس الحرب الإسرائيلي يبحث كيفية الرد.
الرئيس التركي يزور مصر لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية المشتركة. ختام هذه النشرة، لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد إن أردتم على موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. نشكر لكم حسن المتابعة. شكرا لك. شكرا لك دينا، وشكرا لكل المشاهدين. بأمان الله.